السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا في دورة الفونولوجي بعد غياب شبه طويل. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع كثير مهم ويعني قليلا شائك، فحاول أبسط لكم إياه إن شاء الله بقدر الإمكان. إذا اليوم ننتقل إلى الدرس السادس. الدرس السادس هاي محتوياته، راح يكون موضوعنا اليوم عن الجذر root. راح نشوف الجذر الكلمة في اللغة العربية وننتقل للغة الإنجليزية. في اللغة العربية بيسموه جذر الكلمة root word in Arabic، لكن في الإنجليزي رايحين نستخدم ثلاث مصطلحات مش مصطلح واحد. يعني في اللغة العربية عندنا الجذر جذر الكلمة، لكن في اللغة الإنجليزية في عندنا roots، في عندنا bases وعندنا stems. رايحين نميز بينهم إن شاء الله. طبعا هاي مشتقة من يعني هاي الكلمات جاية من root اللي هو الجذر، جذر النبتة. طبعا عندنا هنا stem راح نوضح أكثر، يعني الجزء اللي بيكون ظاهر، وهنا طبعا البيس بيكون هنا. إذا root الجذور والstem هنا الأساس، وبعدين عندنا الساق، والساق طبعا بيحمل الأوراق وبيحمل الثمار والأزهار وما إلى ذلك. فمن هنا يعني جاءت الفكرة. خلينا نشوف باللغة العربية على أساس أنه يعني يسهل علينا الأمر. في اللغة العربية في شيء اسمه الجذر اللغوي، وهو أصل الكلمة المجردة من كل زيادة. يعني لما نجرد الكلمة من كل الزيادات اللي أضيفت إليها نطلع بالجذر. معظم الكلمات في اللغة العربية لها أصل ثلاثي أو رباعي، وقليل منها له أصل خماسي. إذن الجذر ممكن يكون ثلاث أحرف أو أربعة أو خمسة، لكن الشائع ثلاثة أو أربعة. عفوا، جذر ثلاثي كلمة معارف. يعني لو أخذنا كلمة معارف، الجذر الثلاثي لها هو عرفة، عرفة. فالجذر هذا اسمه الجذر عرفة، ونشتق منها معارف وأشياء أخرى راح نجي لها. جذر رباعي كلمة وسواس، هي وسوسة. لاحظوا أربع حروف وسوسة. إذن هذا هو من سمي الجذر. إذن هنا جذر ثلاثي وهنا جذر رباعي، وطبعا في عندنا جذر خماسي بس مش يعني شائع. هناك طريقتان لمعرفة الجذر اللغوي. يعني أنا مثلا لو كنت عندي كلمة جامعة، شو الجذر اللغوي لهذه الكلمة؟ الطريقة الأولى حذف أحرف الزيادة التي في الكلمة. لاحظوا بنحذف الألف وبنحذف التاء المربوطة، بصير عندي جامعة. إذن هاي الطريقة حذف أحرف الزيادة اللي في الكلمة اللي هي هنا الألف والتاء المربوطة، أو إرجاع يعني الكلمة إلى الفعل الماضي، مثل اجتماع. فالفعل الماضي اللي هو جامعة، لاحظتوا جامعة، أيضا يعني شلنا كل الزيادات، حذفنا كل الزيادات، جامعة يعني حذفنا الأحمر باختصار. إذن هاي الطريقتين لمعرفة الجذر اللغوي، إما بحذف الأحرف الزيادة أو أنه برجع للفعل الماضي، وبالتالي بطلع بنفس النتيجة اللي هي جذر الكلمة جامعة. طبعا اللغة العربية يعني تتميز عن اللغات الثانية أنه ما شاء الله يعني ثرية. يعني الجذر هذا عرفة ممكن أنا أشتق منه كلمات كثير، بشتق الفعل المضارع يعرف والأمر اعرف وتعرف وتعريف وعارف وعارفة ومعروف ومعروفة ومعرفة. يعني ما شاء الله يعني ومعارف بشتق منه أشياء كثيرة. إذن هذا هو الجذر، وهي كلها اشتقاقات يعني إضافات. لو أخذنا جذر آخر وهو جمعة، جمعة هذا جذر ثلاثي، بشتق منه يجمع مضارع واجمع وجمع وجمع ويجمع وجامعة وجمعية وجامع والجمعة وجميع وتجميع وجموع. ما شاء الله يعني تشتق منها أشياء حلوة كثير، وهذا بميز يمكن اللغة العربية عن اللغات الثانية، أنه
يعني اشتقاقية إلى أبعد الحدود. هذه بس خلفية على أساس نعرف شو المقصود بالجذر. اللغة الإنجليزية زي ما قلنا في عندنا ثلاث مصطلحات اللي هي roots وbases أو root words وbase words وstem words. هذا المرجع ممكن نرجع له يفيدنا، حط لكم أحيانا بعض المراجع. الجذر عادة بكون root بكونوا تحت الأرض في الشجرة، لكن القاعدة البيس بتكون فوق الأرض، لكن هي زي أسفل الشجرة بس بتكون فوق الأرض. الجذر بيكون تحت الأرض والساق هذا هو stem. هذا بس يعني على أساس نفهم شو يعني قصة الستم والبيس والروت. باللينغويستكس نفس الشيء، في عنا روت أصل الكلمة، the root is the underneath of everything، يعني هو أصل كل شيء، هو الشيء الأساسي السفلي. The base is the first word form، هو يعني الكلمة الأولى الأساسية، الشكل الأول من الكلمة، ونضيف له أشياء راح نيجي طبعا نوضح أكثر. stem can branch out، branch out يعني ممكن يخرج منه أشياء أخرى. طيب خلينا الآن نأخذ كلمة root ونشوف شو أنواع roots. زي ما قلت لكم الشغلة يعني مش بسيطة، لكن حاولت أني أبسطها لكم. في اللغة الإنجليزية في عنا نوعين من roots، free roots. لما نقول free يعني أنه الكلمة إلها معنى لوحدها، لما نقول bound يعني الكلمة لوحدها ما لها معنى. خلينا نشوف ميزات free roots. they can occur alone، يعني ممكن هاي الفري روت الكلمة ممكن يكون لها معنى لوحدها. بعدين other bound morphemes can be added attached to it، يعني ممكن نضيف لها prefixes وsuffixes. هاي المقصود bound morphemes اللي هي affixes، كلمة affixes زي ما أخذنا هي المقصود فيها prefixes والsuffixes. وبعدين of English origin يعني أصلها إنجليزي. الباوند روتس يعني هاي الجذور، يعني هاي الجذور يعني لوحدها ما لها معنى. خلينا نشوف cannot occur alone not meaningful، يعني ما لها معنى لوحدها. they can only be attached to specific morpheme to acquire meaning، يعني لازم نضيف لها مورفيم آخر حتى يصير لها معنى. وعادة بكون أصلها إما لاتيني أو إغريقي، usually of Latin or Greek origin. يعني لو أخذنا كلمة sieve، هاي sieve لوحدها ما لها معنى، أو vise ما لها معنى، لكن لاحظ إنه لما نضيف لها المورفيم ري بصير receive، ها receive صار لها معنى يستقبل، أو deceive يخدع، هاي أضفنا لها دي. إذن لوحدها هاي إذن هذا مثال على الباوند مورفيم، إنه لوحده ما له معنى وما بنقدر نضيف له أشياء لوحده، لكن إذا أضفنا له suffix أو prefix بصير له معنى. إذا receive صار لها معنى و deceive صار لها معنى. نفس الشيء advise لوحدها ما لها معنى، لكن advise و revise صار لها معنى لما أضفنا لها ال AD هنا وال RE هنا. إذا ميزنا إحنا بين free roots وال bound roots. بس نسيت هنا أعلق على كلمة beauty، هي بيوتي هي فري يعني روت لأنه هي إلها معنى لوحدها، لكن ممكن نضيف لها suffixes وبالتالي يصير beautiful، أضفنا لها full adjective، وbeautify verb يعني يجمل، وbeautification تجميل. فلاحظتوا أنه من هاي، إذا هاي هي الروت، هي الأساس ومنشتق منها كلمات أخرى. إن شاء الله يكون يعني وضح الفرق بين الفري روتس والباوند روتس. الباوند روتس زي ما قلنا لوحدها ما لها معنى، لكن لاحظ بيوتي لها معنى لوحدها. هنا بنيجي للتعريفات، تعريف الستيم والروت. هذا المرجع، a root is that part of word form that remains when all inflectional and derivational affixes have been removed. هذا تعريف حلو كثير. يعني كيف تعرف روت؟ بأخذ كلمة كبيرة بقول لك هو الجزء اللي يبقى بعد ما يعني نحذف كل الـ inflectional أو derivational affixes. طبعا هذا
في المحاضرة 3 وضحنا شو الانفليكشنال وشو الدريفيشنال، يعني لازم نرجع له. المقصود هو البريفيكسز والسفكسز زي ان مثلا، والاي بي ال اي والاي تي واي، كل هاي بريفيكس وهاي سفكسز. الان شيلها كلها، شو بظل عندي؟ بريدكت يتنبأ. اذا هذا هو روت. اذا روت هو الجزء او الشكل الكلمة اللي بيبقى عندنا بعد انا ما احذف الانفليكشنال والدريفيشنال افكسز، بحذف السفكسز والبريفكسز، اللي بيبقى عندي هذا بنسميه روت. اتوقع واضح الان. الان لاحظتوا انه في الروت بحذف الانفليكشنال وبحذف الدريفيشنال، لكن في الاسم بس بحذف الانفليكشنال سفكسز. الانفليكشنال سفكسز في زي ما انتم عارفين الانفليكشنال سفكسز في محاضرة رقم 3 مختصر على يعني 8 اضافات، منها مثلا اس الجمع واس الثيرد بيرسون سنجولر والاي ان جي والاي ار بتاعت الادجكتيف بيجر وسمولر والاي اس تي بيجست وسمولس، بس اذكركم فيهم ترجعوا لهم. الان خلينا ناخذ كلمة مثل agreements. لاحظوا انه هنا الاس هي الانفليكشنال لانه اس الجمع، اذا شلنا اس الجمع بظل عندنا الاستم اللي هو agreement. لاحظوا دائما هذه قاعدة، يعني انه بنلاحظ انه الاستم بكون كبير لكن الروت بكون اصغر، يعني هو لما نشيل الاس بظل عندنا agreement، لكن لو شلنا المنت بصير عندنا الاجري بصير روت. لاحظتوا يا جماعة؟ اذا في الانفليكشنال منشيل الاس الجمع، اس الثيرد بيرسون سنجولر، الاي ان جي، الاشياء اللي تكلمنا عنها. فاذا agreement هي الاستم، لكن هنا predict هي root. طبعا ممكن زي ما قلت لكم اذا شلنا المنت، اذا حذفنا المنت بصير agree هي root. الان السؤال بقول كان اواد بي بوث الروت اند السم، يعني الكلمه ممكن تكون في نفس الوقت روت والسم؟ طبعا ممكن، يس. هاو؟ هذا بقودنا للشكل التالي. لكن قبل الشكل التالي خلينا نفهم شو يعني بيس. البيس وورد يعني قريبه جدا من الروت، قريبه جدا من الروت. لو اخذنا مثلا بقول لك بيس وورد از اواد without any affixes، يعني هي الكلمة بدون suffixes و prefixes. طبعا affixes معناها suffixes و prefixes، يعني الكلمة بدون suffixes، الكلمة بدون prefixes، هاي نسميها base word بشرط انه يكون لها معنى، يعني it can stand on its own and has a meaning. لو اخذنا كلمة cycle، كلمة cycle معناها طبعا يعني شيء دائري ومنها دورة سايكل، وزي ما انتم عارفين يعني ممكن نشتق منها كلمات اخرى، فهي سايكل هي البيس وورد الاساس. طيب لو اخذنا بايسيكل، باي يعني اثنين، فيعني اشي له عجلتين اللي هو البايسيكل، يعني البسكليت. ترايسيكل، شوف تراي معناها ثلاثة، يعني بسكليت ابو ثلاثة اجال هاي. ريسايكل، زي ما انتم عارفين سايكلينج اللي هو تدوير، ريسايكل يعني عادة تدوير. سايكلست يعني اللي بيركب البسكليت، الاي اس تي الذي يقوم بالعمل. ريسايكلابل يعني المادة ريسايكلابل يعني قابل للتدوير، اعادة تدوير. تعرف بعض الاشياء احنا زي مثلا الزجاج الجنان البيبسي كذا بنعاود نكسرها ونصنعها مرة ثانية، هذا بسموه إعادة تدوير، أو البلاستيك مثلا أو ما إلى ذلك، إعادة تصنيع يعني إعادة تدوير بسموها. الآن إذا لاحظتوا أنه لو شلت أنا باي بظل عندي البيس وورد، إذا شلت البريفكس. تراي شلتها، إذا شلت البريفكس بظل عندي سايكل، إذا شلت هنا ري بظل عندي سايكل. إذا هنا البريفكسز بشيلهم بظل عندي البيس وورد، هنا شلت السفكس بظل عندي ايضا البيس وورد اللي هي سايكل، هنا شلت البريفكس اللي ري والابل السفكس بظل عندي سايكل. اذا البيس وورد هي الكلمة بدون السفكسز، بدون البريفكسز وبدون السفكسز، فهي اسمها بيس وورد. ان شاء الله يكون واضح.
طيب انا حاولت زي ما قلت لكم ابسط الامور اكثر. خلينا ناخذ اكزامبل 1 على الروت والبيس والستم. خلينا ناخذ كلمه سايكلس. هذه سايكلس اللي هي سايكل، هذا الروت الاصلها الاغريقي سايكلس. اذا هذا الباوند روت، هذا الاصل. اذا هذا بنسميه روت، هاي بنسميه روت واصل اغريقي مش انجليزي. طب شو الاصل الانجليزي اللي طلع من سايكلس؟ اللي هو سايكل، فهذا صار اسمه فري روت. ليش هذا باوند؟ لانه هنا ما بقدر اضيف suffixes او prefixes، هذا مقيد ما اقدر. لكن سايكل الان صارت فري، لوحدها لها معنى وممكن اضيف لها prefixes و suffixes. طيب اذا هذا فري روت لانه بقدر اتعامل معه اضيف suffixes و prefixes. هذا bound root ما أقدر أضيف له شيء لأنه أصله أصلاً إغريقي. البيس نفس الشيء، cycle. لاحظتوا إنه the free root والبيس نفس الشيء. the stem bicycle وcyclist، راحين نشوف ليش. طيب the free root الآن عندي bicycles. لاحظوا the bicycles قلنا root إحنا نشيل كل suffixes والprefixes. شلنا يعني حذفنا. حذفنا الباي البريفكس وحذفنا الاس الجمع، فصار عندي سايكل هي روت. سايكلس حذفنا الاي اس تي السافكس وحذفنا السافكس اس الجمع، فظل عندنا سايكل اللي هي روت. نفس الشيء ينطبق على البيس. لاحظنا اذا البيس والفري روت نفس الشيء. بايسيكلز حذفنا الباي اللي هي بريفكس والاس السافكس، ظل عندي سايكل. اذا سايكل هي بيس وهي في نفس الوقت روت، ونفس الشيء ينطبق على سايكلست. لكن احنا قلنا بالستيم نتعامل مع الانفليكشنال. الانفليكشنال المقصود فيها زي ما انتم عارفين اللي هم الثمان فئات، اس الجمع واس الثيرد بيرسون سنجولر و و و. اذا بايسيكلز الان نشيل بس الاس، اس الجمع، فبضل عندي بايسيكل. اذا بايسيكل هي الستيم. لاحظتوا البايسيكل هي السيم مش السايكل، ولاحظنا انه السيم بكون اكبر عادة من البيس او الفري روت. سايكلست شيل الاس الجمع، بظل عندك سايكلست. اذا هاي الستيم. اذا الستيم منشيل اس الجمع او اس الثيرد بيرسون سنجولر او الاي دي في حالة الماضي وما الى ذلك. ناخذ مثال ثاني. ناخذ كلمة ستيبلس. ستيبلس هاي لاتيني. طبعا ستيبلس لاتيني ما اقدر اضيف لها او يعني prefixes او suffixes، فهي مقيدة. لكن باللغة الانجليزية اشتق يعني صار عندنا stable، شيء مستقر يعني stable. الان stable هي free morpheme لانه لها معنى، بمعنى مستقر، صفة هي. ممكن انا اشتق منها stabilize، لاحظت اضفت ize. اذا لو شلنا suffix ize بصير عندي root stable. stability استقرار، اذا لاحظتوا اي تي واي ظل عندي ستيبل روت. اذا انا قاعد بحذف السافكسز او بريفكسز بظل عندي روت. نفس الشيء زي ما قلنا البيس والفري روت نفس القصه. اذا نفس الشرح اللي حكيناه هنا بنحكيه هنا. لكن الستيم شوف ستيبلايزز، يعني الفعل اضفنا له اس، بنشيل الاس هاي بتاعت الثيرد بيرسون سنجولر بظل عندي ستيبلايز وهي stem. وstabilized شيل الـ ed بظل stabilize او الدي الماضي. اذا لما نحذف الاس حقه الثيرد بيرسون سنجولر هي stabilizes، ونحذف الـ ed حقه الماضي بظل عندي stabilize هي stem. again يعني مره ثانيه انه الاس والـ ed من inflectional suffixes. ناخذ الان هنا بعض المعلومات. قول when does it get complicated، متى الأمور بتتعقد؟ تتعقد الأمور لما ملاحظ أنه أحياناً root والبيس والstem بكونوا نفس الشيء. يعني somewheres usually the short ones the roots the root base and stem are the same. أحياناً بكونوا كلهم يعني نفس الكلمة. كيف؟ لو أخذنا كلمة winner. Winner the base اللي هي smallest word with meaning. البيس هي win. ليش شلنا winner ال ER؟ طيب root كمان win. إذا لما حذفنا ال ER ظل عندي win. إذا win هي base وهي root.
طيب لو أخذنا الفعل win يعني I win he wins، حذفنا الاس، إذا حذفنا الاس بدي ظل عندي الاس هاي تعد third person singular يعني I win he wins. لما حذفنا الاس inflectional suffix معناته ظل عندي win. شو صار عندي؟ صار عندي win هي base وهي root وهي stem. إذا في بعض الكلمات ممكن تحصل هذا الكلام، يعني غير مستغرب أن يكون الروت والبيس والسم هي نفس الشيء، وخاصة هنا بقول أنه في الشورت words الكلمات يعني القصيرة. إذا هذا حاولت أعملكم إياه بشكل اللي هو الفري روت اللي هو وين وين إنجليش، طبعا ما فيش عندنا هنا أصله باللاتيني. ولو أخذنا وينرز حذفنا الإي آر والإس بظل عندي روت وين، لو حذفنا نفس الشيء الاي ار والاس وين بيس بيس وروت نفس الشيء. وينز لو اخذنا وينز كفعل وحذفنا الاس بصير وين، لاحظتوا انه وين اذا هي ستيم وهي بيس وهي روت، لكن لو اخذنا وينرز الستيم بصير وينر يعني حذفنا الاس. وهي امثله اضافيه، امثله اضافيه على التفريق بين الستيم والروت، يعني الستيم فقط بالأشياء اللي لها علاقة بالفئات الثمانية اللي حكينا عنها، ولكن الروت بنسقط عنه كله الفئات الثمانية وغيرها. يعني happy أسقطنا an remove an اللي هو derivational prefix فبظل عندي happy هي root. happiness أسقط suffix الness اللي هو derivational suffix بظل عندي happy root. طيب unhappiness أسقط remove يعني الان اللي هي derivational prefix والness اللي هي derivational suffix بظل عندي happy root. طيب happily اسقط الly او احذف الly اللي هي derivational suffix فبظل عندي happy. لاحظت انه root happy هاي هي الجذر لكل هاي الاشياء بعد ما اسقطنا عنها الاضافات اللي هي prefixes والsuffixes. لكن لو قلنا happier هاي صفة، الـ ER هاي inflectional وبالتالي منقول انه الستم في هاي الهابي في هاي الحالة ستم. ليش؟ لانه اضفنا حذفنا منها الـ ER اللي هي الـ inflectional suffix، لانه الـ ER والـ EST زي ما اتفقنا انه هاي inflectional لما نحذفها معناته اللي يبقى ستم وليس root. اللي لما نحذف الـ ER او الـ EST طبعا معناته اللي بظل هنا بنسميه stem وليس root. طيب عندي الآن زي ما قلنا هذا التعريف root انه هو شكل الكلمة اللي بيبقى بعد ما نحذف الـ inflectional والـ derivational affixes، والـ stem هو شكل الكلمة اللي بيبقى بعد ما نحذف فقط الـ inflectional suffixes. فهذا جدول حلو يعني عملت لكم اياه. لو اخذنا كلمه untouchables الان اسقط الان واسقط الابل والاس، شو بظل عندك؟ روت. بظل عندك touch. اذا ليش سميناها روت؟ بقول لك واي، لانه الان والاي بي ال اي والاس ريموفد حذفناهم فظل عندي touch. طيب untouchables هنا في الستم بحذف الاس انا، اذا في لاحظتوا روت ستيم عفوا روت هنا تاتش لكن ستيم هنا untouchable. ليش؟ لانه بس حذفت اللي هو الاس اللي هي اس الجمع فظل عندي الستيم. لاحظوا الستيم بكون احيانا يعني كلمه كبيره، لكن روت دائما كلمه صغيره هي الاساس. تاتشت هاي اي دي احذف الاي دي بظل تاتش روت اي دي ريموف. طيب تاتشت كمان اي دي حذفناها بظل touch. لاحظتوا اذا عندي هنا touch هي root وهي stem. agreements الاصل agree. ليش؟ لانه حذفنا الment وحذفنا الاس فظل عندي agree. طيب agreements حذفنا الاس بس هنا اس الجمع فظل عندي stem agreement. طيب drives he drives يعني I drive he drives حذفنا الاس فظل root drive وحذفنا الاس ظل الستم درايف. لاحظتوا اذا احيانا روت والستم يعني بيكون نفس الشيء تاتش تاتش في بعض الكلمات.
الآن هذا تمرين عاوزكم تعملوا نفس الشيء. هذا مثال unpredictable الروت predict. طيب ليش الروت predict؟ ده تقول لي انه الان والابل ريموفد. طيب هل في عندنا ستيم؟ اذا في ستيم اكتب، اذا ما في خلاص. فحلول التمرين هذا عايز تطلع لي روت وتقول لي ليش روت، وتطلع لي ستيم وتقول لي ليش ستيم، زي ما عملنا هنا بالضبط نفس الطريقة. فوقف الفيديو وحل التمرين وبعدين نعطيك الحل. هذا هو حل التمرين. لاحظتوا انه روت هنا بريدكت، ليش؟ لانه حذفنا الان البريفكس والابل اللي هو السفكس. هنا ستيم ما في لانه ما في اضافات اس الجمع او ما شابه. الكتيفز لاحظتوا الكت هي الروت لانه حذفنا الاي بي اي وحذفنا الاس، والكتيفز لاحظتوا بس حذفنا الاس اس الجمع فصار السم هو الكتيف. طيب بيجر بيج لانه حذفنا الاي ار، طبعا الجي هاي ما انتم عارفين نعملها دبل، والاي ار هاي من الاصناف الثمانيه تاعت الانفليكشنال سفكسز، وبالتالي بيج هي بتكون السم. لاحظتوا السم هنا بيج وبيج روت وستم. uncountable الأصل count، ليش؟ لأنه حذفنا الـ un وحذفنا الـ able لكن ما في عندنا stem. boys هاي اس الملكية، حذفنا اس الملكية فظل عندنا boy root، وأيضا حذفنا اس الملكية فظل stem root، عفوا boy stem. boy stem إذا لاحظنا stem و root هنا في boy نفس الشيء. لو أخذنا الكلمة disagreement، احذف الدس واحذف المنت وظل عندك اجري هي روت لكن ما في عندنا ستيم. لكن لو اخذنا ديس اجريد حذفنا الدس وحذفنا الاي دي ظل عندي اجري، لاحظتوا؟ لكن هنا ديس اجريد حذفنا الاي دي او دي فظل عندي ديس اجري هي ستيم. لاحظتوا هنا الروت اجري لكن هنا الستيم ديس اجري، لاني بس بحذف احد الفئات الثمانية اللي هو اي دي. ان شاء الله يكون يعني درسنا واضح ونكون ميزنا بين الستم والبيس والروت. بهذا نأتي الى ختام الدرس السادس، وكالعادة هذه عناويننا للتواصل الايميل والموبايل والفيس وتويتر، والى اللقاء في الدرس السابع بعون الله. هذا خالد الخطيب يحييكم في أمان الله.